هون اولا نروح على جوجل او شوف python.org. بعدين نروح على داونلودز. وين داونلودز؟ هون بننزل طبعا نكتب بايثون ريليس فور مور انفورميشن. هاي بتعمل كليك على 310 داونلود 310. وين بتلاقي 310؟ well هاي اوكي هاي داونلود هون طبعا يدونلود هون بتنزل وتتبع خطوات التنزيل. بعدين بيطلع عندك ايكون زي هيك لما تخلص تنزيل. لما تكبس على هاي IDLE اسمها IDLE طبعا هاي للتعليم. فتروح هاي اذا بدك مثلا x تساوي 3 هذه shell part print x. هاي x طلعت 3 هون فهاي الشيل. اوكي طبعا تحط كامل زي هيك shell window. اوكي ف احنا بنروح على الثانية اللي هي file new. طبعا هاي فايل نيو اذا بدك تعمل كومنت زي هيك هاي كومنت زي C++ كومنت فور وان لاين. بدك تعمل ماني لاينز كومنت تكتب زي هيك تحط string مثلا هون this is a multi line comment another line. صار لونها اخضر بعتبرها string هو وبشوف وانت بتكتب اللي بدك اياه ما بنفذها ولا بنفذ هاي اللي هون. هسا نروح نبلش بهاي المعلومة اللي هون بالهاند اوت. وين راحت الهاند اوت؟ بايثون ايكوال هاي هذول التوبكس لفيرست ويك عندنا البيسك داتا تايب طبعا اللي هي انت فلوت سترينج بولين فيرست دبل لونج دبل زي سي بلس بلس. كيف نعملهم؟ هسا عندنا طريقتين هون. فهون اذا بدنا نعلن انتجر ديكلير انتجر او ديفاين انتجر فعندناش ديكلاريشن ستيتمنت. ديفاين انتجر اكس ايكوال 3 اوكي لاحظ هاي نيو لاين فيش سماي كولن هون بس نكتبها زي هيك. اذا بدنا فلوت نكتب y equal 3.999 اوكي فيش عندنا هون دبل لاين. إذا بدنا string st تساوي 1 زي هيك هاي string. فش عندنا care؟ إذا بنعمل care يعني c زي هيك ونكتبها كstring a.
طبعا السترينج ممكن ام تساوي هاي سترينج اس تي ار اس تساوي ممكن اي كمان نكتبها زي هيك اي بي سي سو هون ان سينجل كوت سينجل كوت and double quote on the same نفس الاشي. اوكي الان basically هذول الداتا تايب. هسه نطبع هذه نستخدم keyword print or print x زي هيك. فنعمل run x تنطبع فنسمي هذا الملف P004 طبعا الاكستنشن بايثون و هذا الاكستنشن PY save. اوكي فطبع ثلاث هاي الثلاث هون طبع string نفس الاشي print str well st run. اوكي هاي الاستي طبعا هسه بدنا نروح نعمل another way. طبعا another way another way of defining variables اللي هي مع with the data type. طبعا نكتب زي هيك x تساوي int x. لاحظ هاي الكلاس نيم بعد شوي نشوف شو هي الكلاس بس basically هاي استدعاء لكونستراكتور هي يعني function كان اسم الفانكشن انت هاي الحالة بس انه هي استدعاء بعد شوية نشوف كيف نعمل هذول الشغلات مع الكلاسز. فبرنت اكس ران هاي طبعتها ثلاث وقال احنا ناس طبع ثلاث خليها تسعة هاي اكس وين اكس عرفناها انت بدنا نحط خمسة او ستة ران لانه جاب اكس هذيك وحطها هون محل هاي. اوكي هاي ستة هسا فيش هون هو دغري يحول هاي الانت ممكن نعملها فلوت الاكس يعني ما راح يصير نيمينج كوليجن او تصادم الأسماء هنا أو بس غيرها هي float عملها 6.0 يعني float. طيب كيف هو عارف هون إنه هاي integer؟ well من الفاليو بين إنه مش يعني مش كسر بينما هاي float عرفها إنها float من point 399. أوكي يعني هسه ممكن تحول هاي زي casting يعني تحويل من data type لداتا تايب اسمها casting. ممكن نكتب زي هيك الواي جي تساوي int y y هي float في الأصل فمن هنا print y راح يطبعها برنت جي بعدها راح احولها الى انت شايفها هنا هي فلوت بعدين حولها الى جي صارت انتجر الان ف
فنخش الموضوع الثاني، سؤالنا طريقتين لتعريف متغير، كأنه فيش declaration statement، يعني لو عملنا زي هيك الزي زي هيك فراح يعطينا error. شايف Z name Z is not defined, so only we have definition of variables. نروح للموضوع الثاني هون، هذا عالجناه. نروح على output statement، هذول عالجناهم. input function، طبعا input function هي x تساوي 4x، input enter x print x وهكذا زي الجافا هاي. فروحنا على هون، بنروح نعمل input function x تساوي او man، طبعا هي 5 4، ولا 4 حط هيك value، او نحط 0 اذا بدك as initializing. بنحط input man تساوي input man ups، بنحط string on enter value for man، نعمل run. طبعا هون بنحط new line زي C++، run هي تعمل new line by default، هاي البرنت تعمل new line by default. so enter، شايف وين الكرسر صار، فنكتب 77 enter، هاي طبعا 77 اطبع نهاش. نروح نعمل برنت man، هاي نحط 99، راح يطبع 99، طبعها بالأزرق 99. طبعا لما نروح للبرنت ستيتمنت في لها فورماتس، إذا بدنا نطبع فيها برنت مثلا هاي برنت 1 برنت 2، نعمل run نشيل هذولا ولا بنشيل المان print man، نروح نعمل run زي هيك. ستلاحظ اوبس هاي حط 5، هاي طبعهم 1 2 ورا بعض. اوكي بنحط هون comment نلغيها. فإذا بدنا نعملهم print new line زي C++، يعط end line print زي هيك 1 9، أو بدنا نحط فاصلة و end نعمل فراغ هون. اوكي هون run، هاي 9 هي new line، بس هسا لو طبعنا وراها print 10 excuse me ايش راح يصير عندنا هنا؟ run هاي 10 و 9 صاروا على نفس السطر، فهاي تلغي السطر. انا بدك تحط new line هون بتحط، اوكي حط تاب بتحط، إذا ما حط تاب شوف إيش بصير. تاب يعني إيش، شايف التن وين راحت؟ ابعدت. بدك إياها تطبع كارج ريتيرن بتحط R run، هي طبعت فوقيها 10 رجعت وطبعت، لأن الكارج بترجع من أول السطر الR وهيك. فهسا تقدر تعمل نفس الاشي هون بالسترينج print formatting، يعني 1 n
تو زي هيك تو طبعا هاي تاب whatever بتحط كلهم هون بتحط end هاي string إذا بدك بتحط end تعمل زي هيك شايف هاي طبعا هاي one وبعدين عملت tab wo لأن t كانت tab similar to C++ أو C بنروح للشغلات الثانية بيها هون إذا بدنا نعرف الطايب أوكي طبعا استخدم function type so x زي هيك x تساوي 7 و print طبعا هاي int type استخدم هاي نحط xx هاي يعطينا شو الكلاس إلها اللي هي int أو data type لأن الكلاس هي فعلا type فهي شايف class int هذا تطبع تغيرها طيب ايش راح يصير لو عملنا هاي نشوف اذا case sensitive xxx حروف كبيرة راح يعطينا error لان هي case sensitive اوكي شايف هاي error xxx is not defined فهسا شو نسوي نعمل هاي نعمل شغلات ثانية float نفس الاشي نعمل type بتلاحظ انه هون عملنا هذول type x type float هاي الاوتبوت هون اوكي string concatenation انا عندي s1 s2 هاي overloaded طبعا overloaded الباص لا تعني انه زي حمل زي الوزن تعني انه يعمل اكثر من شغلة زي اصابع تكتب فيهم تقرا فيهم تكتب فيهم تقبل فيهم تطبع فيهم فهم يعملوا أكثر من شغلة فبالتالي هم overloaded أوكي فعندنا concatenation so comment plus operator overloading loading means do more than أكثر من شاء الله one thing مثلا int well مداش int عند C هون x تساوي 1 y تساوي 2 طبعا جملة جملة كل سطر زي visual basic print x plus y on يجمع اوكي يجمع الاوبريتر x plus y 1 2 هي 3 طبعا هسه عندنا string st 1 تساوي 1 نقدر نضيف لها string st 2 تساوي ST1 plus ST2 plus وين ST2 مش معرفة زي هيك بنحط string ثاني 5 5 5 هاي string plus 3 راح يطبع هوك string كله بعدين برنت ST2 لاحظ تعمل run يا شيخ طبعه كله الآن بدنا نشوف العملية الثانية انه كيف نطبع string مع string نقدر نعملها زي هيك string هيو 1 plus 2 اوكي ها كيف نطبع string مع string
بس انا نطبع string مع value on string with a value. So مثلا brand x oops نحط ال string on x equal to زي هيك ونحط فاصلة هون. Okay, so مثلا x تساوي x راح يطبع اللي هي القيمة هاي واحد. نروح نعمل run هيا شايف يطبع واحد. العملية حطينا فاصلة هون. Okay, وممكن بتحط هنا int as a new line formatting end يعني نهاية ال string هاي keyword. فال end هي keyword well بحط new line إذا بدك أو تخليها فاضية يعني فيش new line. فهي suppressor. Okay, ممكن تطبع على بناء على syntax بعد شوي شوفوا بالهاندوت انه عندنا syntax اكثر من syntax. لاحظ كيف هذولا عملناهم هون عملنا هاي زي هيك. لاحظ x equal x فاصلة y equal فاصلة y z equal z. فهون ممكن تعمل نفس الاشي x equal to fasla x fasla y equal to fasla y. Okay, طبعا y اثنين راح يطبعهم كلهم وضع على نفس السطر. هاي بنسكرها لما عرفناها. نروح نعمل run أو نحط عليه كومنت أيو x تساوي واحد و y تساوي اثنين. أوكي هسه بنروح لموضوع آخر إنه print parameters طبعا هي object. أي إشي هون كل ال variables هم object بال Python. هون عندنا separator هاي الفاصلة. اوكي ان ال end statement is printed at last معناها file must be طبعا هاي ان other keywords و flush هاي for the buffer file فيما بعد نعرفهم. فهسه نروح formatting هاي اللي عملناهم عن ال يعني this step هاي new line whatever ان الاوتبوت ممكن يكون لاين تاب جست لايك سي بلس بلس. فطلع على الفورمات هير سيستم كلاس اوتبوت. في عندنا كمان واحده ما نستخدمهاش احنا زي سي بلس بلس فور السيستم اللي هي كيف نستدعيها اس تي دي اوت. اوكي يعني ممكن نكتب سيستم دوت طبعا امبورت ذا سيستم كلاسز هون الاوبريتنج سيستم var equal std out هاي موجودة بالسيستم رايت طبعا هاي الميثود ويعادت هلو تطبع او نعملها تساوي زي هيك بسويها متغير var system dot std out بعدين اللي هو هاي هذول موجودين في السيستم يعني. اوكي system class فهاي نعمل لها import الضروري. well, طبعا عندنا boolean boolean true نعملها زي هيك print a boolean طبعا هي either true or false. ونستدعي constructor طبعا هاي قيمة للboolean مجرد ما حطينا true ولا false بعرف انا boolean او نستخدم هاي الطريقة constructor method print z false c false طبعا انا بطلع زي هيك طبعا يا اما true يا اما false binary. طبعا making a constant in Python ما فيش constant in Python فبروح نعمل file نعطيه اسم
ونحط 3 pi يعني 3.4 اوكي equal 5 plus 2 constants وبعدين نطحهم. فمثلا لو رحنا هنا يا file new بنحط هنا pi equal 3.411 whatever k يساوي x equal 2 هشوفها شوية توتس 2 هاي سكوير صح يعني 4 ف سيف از نروح نعمل له سيف از او ران ات تعطيه اسم ك سي او ان اس او ال تي طبعا دات بايثون هو لحاله بيعملها دات باي بس نجي لهون بنروح نحط امبورت سي او ان اس تي دات باي واي اوكي بس بنروح نعمل ران لهذاك وين راح هذاك ايوه هون عمل له ران عشان نقدر نعمل object code عرفت بس هسه imported نروح نكتب print طبعا هاي جابة الملف هاي import directive هذا يعني بجيب اي شيء included in our code اشوف constant كيف نستدعي apply وفات اشتغل ها بحكي ان بلا بلا غير موجود حط اللاين هون عنده اوبشن شو لاينز او شوف وين الخطا فهون احنا constant dot k بجوز ما عرفينها بالغلط وين راحت هاي الملف القديم هذا الملف القديم ولا مش كاتبين constant dot py on constant dot k constant dot py هاي Well, ممكن ما نقدرش نطبعها مباشرة نروح نكتب c تساوي constant dot pi اوكي run لسه no module الله أعلم احنا شو مسمينه جزء بالغلط نروح على فايل اوبن وشو مع اسمه constant c ايوه صح اسمه وفي باي 3.py اوكي اوكي اوبن صح طيب ليش مع ليش ما اشتغلت؟ هي عطتني الامبورت ممكن نحطها بالقمة كات نحطها هون بس ما راح تفرق هاي كنترول V run لسه مو عاجبه اوكي فالملف اسمه well انا كتبناها مظبوط الا اذا حرف كبير ولا صغير نكتبها طيب نروح على هذا الملف هذا بننزله هذا ملف ثاني بنشيله هذا الباي 3.5 هاي صغيرة وهاي كي
square 2 وراح ملان ورانا صح ايوه اه هنشوف نحط ك هنا محلها import constant وهذا اسمه const const run no module called must be in different directory لازم نحطه بنفس الفولدر ف نروح نعمل الملف الثاني بجوز بنفس الفولدر ant ونعمل run ولسه ما عجبوش no module هذا ما فيش ملف اسمه constant that file maybe ما مضيف الكونستنت ولا احنا حاطين امبورت كونستنت فيش اي لاحظ فيش فايل فبنشيلها اوكي ما بس هاي الغلطة جوز بس نعملها زي هون اشتغلت بس انه بنشيل هذول عشان ما يخربطونا اوكي فعندنا هنا print constant dot py و print c نعمل run شايف هاي اشتغلت الغلطة حطينا الاكستنشن هون مش بلاحظينها اوكي هسه نروح للموضوع الثاني سنوفاي بايثون ما فيهاش كونستنت او ثابت اوكي اذا كنت تعمل واحد ما جزء محمود ولا ما اعرفش بس كومبلكس فاريبلز هسه هاي كومبلكس فاريبلز ممكن تخلقهم بالكونستراكتور زي هيك بتحط C complex A B وتطبعها بتطبع زي هيك ف نعمل complex ممكن نكتب A تساوي هنجرب هاي واحد J print A و نعملها زي هيك run هي طبعا واحد J اوكي ممكن نكتب A print A dot A راح يطبع ناقص واحد نشوف هي ناقص واحد و J zero طيب ممكن نكتبها زي هيك زي هذيك بس لازم نستخدم الكونستراكتور نكتب m تساوي هاي الريال بارت او الحقيقي منه و n تساوي 5j وبعدين c اللي complex number تساوي complex هنستخدم ال constructor A من M فاصلة N اوكي طبعا ال N اذا تكون هاي الجهة الخارجية تحطها هون لانها complex بس print C run فلا هي minus 3 J0 بس لو طبعا على C C الجديدة 2 وطبعا C هي 2 وهي 5
راح run واحد j minus one plus zero j minus three plus l لما نسيه complex m n لازم طبعا اثنين plus five g شو المصيبة هنا لاحظة هون well هذا شوية تفكير بنشيل هذول MN هاي MN زي شوشت علينا هنشيلهم ما بنعرف حتى نفهم in detail نعمل زي هيك minus 3 وصفر J بروف well هاي سحر فبتلاحظ هون complex C-O-M-P-L-X A-B 5 و 7 M 2 و N 5 حطين الJ هون نشيل الJ فهروح نعمل run خليها لحالة هسا لأنه هي 2 و 5 هسا نشوف الموضوع اللي بعده هاي complex طبعا الاوبريتورز نستخدم هاي فور اديشن هاي فور سبتراكشن زي ما انت شايف هون بالهاند اوت هاي ديفيجن هاي ريميندر يعني زي ما بتحكي فرنت فايف مودولس اثنين بده يكون ريميندر واحد باقي القسمه هي واحد اوكي اذا ما عمرك شفته فهون عندنا exponential هي print 2 star star 3 الجواب لازم يطلع 8 run 8 طيب لو بدنا نحطها minus هون شوف ايش بصير واحد على ثمانية ولا بدنا نستخدم أقواس أوكي بشوارة بنحطها شكله بنحطها هون بنشوف هي عنده بريسيدنس أولويات وبنكمل أي 1.25 بالضبط هسا بنروح لك بايثون كومباريسونز طبعا قلنا نفس اللايك سي هي يستوي مش يساوي يستوي يعني مقارنة هل x تساوي y well true or false I not equal y bigger y less y bigger than or equal y less than okay فهذول عارفهم as a logical operator هاي and تتذكر C++ زي هيك الـ AND زي الـ AND هاي AND بتحطها هاي OR وهاي NOT اوكي بتلاحظ هاي مكتوبون هون طبعا هذول نعرفهم بالـ IF statement بس لسه هو اللوب فشلت هاي لأن condition شرط نقدر نعمل print مثلا واحد AND واحد اوكي نعمل كمان print واحد or zero ونطبع كمان print واحد and zero هيروح zero طبعا print zero or zero نفس الاشي وهس brand not that يعني راح احولها لواحد امين zero اي اشي not zero بحوله الزيرو واي اشي zero بحوله لواحد اوكي هون
غيرها بعد تتركها شوية غامضة. أيوة أنا بس أعملها false. لو إيش false not لازم أشقلبها not three zero يعني false. لو حطناها zero راح يطبعها true شكله المفروض طبعها هي true. بس أول تنتين طبعهم أول واحدة وان صح وهاي الثانية صح وهاي صح وهاي صح وان وان زيرو زيرو. هسا نكمل هنا شو يضل examples of relational operators examples of logical operators. هنا list of sequence هاي list شيء ثاني طبعا في list ان list و double وهذا ندخل في المرة الجاية. بس هون الليست هي عبارة عن سيكونس أو زي الأراي. الأراي هي سيكونس أو هاي ليست تساوي مثلا 1 2 3 4. عندنا هون 2 indexes مثلا راح نطبعها بلو برنت مثلا ليست زيرو أوبسايد أو زيرو زي هيك. ولما نطبع الاندكس الثاني اللي هي هاي عندنا بوزيتيف اندكس ونيجاتيف اندكس. يعني بوزيتيف بنبلش من عند زيرو واحد اثنين ثلاث والنيجاتيف بنبلش من عند الماينس ماينس واحد ماينس اثنين ماينس ثلاث. بس الماينس واحد يبلش من هيو بنروح زي هيك اوكي هاي ماينس اثنين ماينس ثلاث هاي ماينس اربعة تمام. فاحنا ماشيين بالعكس او هاي الاندكس من تحت البوزيتيف اندكس بنبلش من عند الزيرو واحد اثنين ثلاث اوكي. فبحالتنا هون ان أربعة واحد اثنين ثلاثة أربعة فإذا طبعت A minus أربعة من هون نبلش بواحد يعني فيش minus zero or plus zero منطقيا بدي أحط negative واحد. ف راح نطبع نفس القيمة. Oops, A is not defined. Where راحت A? هاي list مش A. Okay, طبعا واحد. Well, ممكن تطبع هاي تحولها هاي واحد تتلاقى مع ماينس ثلاث. الاثنين راح يطبعون نفس القيمة. positive index negative index اوكي هاي اثنين اثنين بس تقطع ناقص واحد وراح الصف زي index ثلاث اوكي. well there is more to it to the index. هاي مثلا arrays تحط الرينج من وين الى تطبع بعد شوية شوف اوكي. هسه شو في عندنا كمان بنشوف عن الليكس الليست مثلا فيها كثير فيها methods نطلع عليهم في المبعد print مثلا نشوف هاي الان list فيها method كثير ف insert delete يعني بنضيف ونشيل من الليست وهكذا هاي طولها أربعة اوكي. ف حط على print سطر new line نحط new line حتى تبين الأربعة. شكرا جزيلا وصلنا لنهاية الهاند اوت. شكرا باي.